بونجور، اخباركم ايه؟ النهارده هنزرع مع بعض ابصلة تشيلي اللي جاتلي من بلانتيفاي او جرين هاوس. مش هضحك عليكم، احنا المفروض ان احنا بنزرع الابصال الشتويه اللي هي زي التوليب دي من اول شهر 11 او 12، شهر 2 يعتبر اتاخر عليهم، بس احنا متعودين في الزراعه ان دايما النبات بيفاجئنا ولازم نجرب. طيب قبل ما نزرع اي بصله لازم نعمل حاجه مهمه جدا، تعافير. يعني ايه تعافير؟ يعني هنجيب مبيد فطري، هفتح الكيسه بتاعت الابصال كده، وهاخد ربع معلقه او اقل، هاخد الكميه دي احطها كده على الابصال واقفل تاني وهرج. هو كيس مش محكم قوي بس مش مشكله. الحركه دي اسمها تعافير. بنعمل ايه كده؟ علشان البصله وهي في وسط التربه مبلوله هيبقى عليها ميه على طول، احنا مش عايزين البصله تعفن، فبنحط عليها مبيد فطري بيحمي البصله ان هي ما تعفنش. هنرج كده على قد ما نقدر. المفروض طبعا الحاجات دي ما يبقاش فيكي حواليكوا اطفال او حيوانات، يفضل ان تلبسوا جوانتس. هنعمل كده. دي انهون الاورنج، انا جايبه لها استيس لونها عشان اعرف ان دي ايه بتاعت التوليب. هنفضها كده شوية وهنغرس كل التوليبة تحت كده كلها. كلها. طب والخلفات بتاعتها هزرعهم جنبها. في واحدة اتفكت منهم، مش مشكلة، برضو هزرعهم كده وهنزلهم وهحط عليهم تربة سيبهم تحت شوية كمان. يعني هو البصلة المفروض تلت وتلتين، مش بننزل بيها قوي. يعني لسه لما تترق هتتسقى، لو البصل دي كلها راحت نازله تحت، ودي كمان دي جزء اهو كده. احنا زرعنا الاورنج، هجيب اللي لونها احمر. دي لونها احمر صح؟ احمر. نحط هنا وبعد هحاول نعفرها كده كده. ايه كلها عليها برضو مبيد فطري بالشكل ده، هي كده كلها مغطية، مش مشكلة لو قشرة بتشيل زي البصل عادي. وجايبة لها انا هو قرصيص احمر وهنزل بالبصلة ثلاث ارباعها. اتفضل معانا لون الموف اللي مش بلاقيه كتير ده، هحاول برضو ايه هو مع الشحن بس ابتدوا يقعوا منها، بس هما كويسين. البصلة والحاجات الصغيرة اللي طالعة دي بتبقى خلفت. احنا بتوع الخلفات بتاعتها بتقع يعني مع اي رابنج، واحنا قلنا ان دي البصله اللي هي لونها توليب لونها موف، هنحطها كده. والخلفات بتاعتها برضو البوز بيبقى من فوق اللي هو البليت بتاعها، والجزء اللي تحت اللي هو بيبقى طالع منه شراشيب ده اهو، الجزء ده كده ده بيتحط تحت ونسقيها كل ما التربة تنشف وكده. تمام خلاص، اول لما تبتدي تظهر هوريكوا شكلها ايه. يلا باي باي، وهنضف طبعا كل ده. يلا باي.